السائل يقول: سمعنا من يقول يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل يا شيخ؟ لا أعلم لهذا أصل، ولا يعني يثبت شيء فيما يتعلق بمسح الجبهة بعد الصلاة، لكن أثناء الصلاة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بصحابته ليلة مطيرة فصلى بهم الصبح، فبعد أن سلم رؤي على وجهه الماء والطين على وجهه، فالمقصود أن النبي لم يمسحه أثناء الصلاة، ولذلك كره جمع من أهل العلم على مسح الجبهة وكذلك الوجه أثناء الصلاة إذا علق بجبهته شيء من التراب أو أي شيء من إذا كان على طين أو أثناء المطر، فنقول في هذه الحالة أن أثناء الصلاة لا يمسح، وهذا هو الأفضل. لكن هناك أمر مهم جدا، لو أن هذا التراب أو هذا الشيء الذي علق بجبهته أو بأنفه كان يضايقه في الصلاة أو كان يخل بخشوعه للصلاة، فنقول في هذه الحالة أن هذا المسح هو من مصلحة أصل الصلاة وهو الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولذلك أمر الخشوع مهم جدا وتحقيقه في الصلاة أمر مهم، ولذلك إذا جاء ما يشغل عن الخشوع لا حرج في أن يقوم بإزالة مثل أي شيء يتأذى منه ويترتب عليه عدم خشوعه في الصلاة. ولذلك إذا كان هذا التراب أو أحيانا ربما يسجد يكون هناك بعض الشوك ويؤذيه، فلا شيء لو أنه أزاله، ولكن نقول إذا لم يكن هناك أيضا مثل التراب وغيره الذي يعني علق في جبهته ولكنه لا يؤثر على خشوعه، فنقول لا يمسحه أثناء الصلاة. ولكن هناك يا شيخ، يعني لو قطعتك عفوا، هناك من يضع مثلا الشماغ أو الطاقية أو منديل يصلي عليه، كما هذه الأشياء إذا كان يتأذى منها هذه أحيانا يستخدمها البعض، يعني يستخدمها أيضا حتى في المساجد، يعني يخشى مثلا بعض المساجد ربما تكون الفرشة غير نظيفة، وأيضا الرجل عنده حساسية شديدة أو يخشى من انتقال العدوى أو المرض، وهو فتجده يضع مثلا الغترة أو الشماغ يضعها بينه وبين السجادة. الصحيح إذا كان هذا لمصلحة الصلاة، لأنه لو أنه سجد مباشرة لتأذى وربما لا يمكن أيضا جبهته من السجود خشية انتقال العدوى، أو ربما تكون الفرشة غير نظيفة، أو الرجل عنده أمراض ويخشى انتقال المرض، لذلك أثناء ذلك المرض مرض كورونا أيضا أجاز أهل العلم ما يتعلق بوضع الكمامة، وضع الكمامة، والكمامة إذا وضعت هي حاجز بينه وبين أيضا السجادة والسجود أثناء السجود. فالمقصود أن أيضا وضع مثل الشماغ أو غيره إذا كان سواء في المسجد، ولكن نقول في البرية نقول الأفضل عدم وضعها، بس يعني لأن في ما يتعلق بالتراب وكذا لأن الأصل فيه الطهارة، ولكن لو أن هناك شوك أو شيء يتأذى منه فوضع مثلا الشماغ أو الغترة دونه من أجل خشية أن يعني يتأذى، فنقول لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل عدم استخدام الشماغ والغترة سواء في السجود في على الفرشة أو أيضا في البرية، أن لا يضعها إلا إذا كان هناك حاجة أو يترتب على سجوده ضرر يعني يتأذى منه وربما يؤثر أيضا على خشوعه. نعم.